نادي القادسية والكويت وأهل الكويت دائما يعني أهل الخليج والفرق الآسيوية هم أهلنا وإخواننا وأشقائنا، هذا مكانهم، فهم اللي داشين وإحنا اللي طالعين، والحمد لله أسأل الله يجزاهم خير على الكلام الطيب، وإن شاء الله دائما الكويت من تفوق لتفوق بإذن الله. شيخ، في سمعنا في كلام يقال إنه في طرح ثقة في الاتحاد، اليوم نادي القادسية وين من هالموضوع هذا؟ لا لا، احنا الحين قاعد نتكلم في البطولة الآسيوية القادسية 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 خط واضح والعمل جاري على قدم وساق، لكن احنا الآن نتكلم في البطولة الآسيوية، خلنا مركزين في البطولة الآسيوية، الناس اللي بتسمع عن البطولة الآسيوية. يعني موضوع الاتحاد بعدين اتكلم فيه في وقته. رايك في تعامل الهيئه مع نادي القادسيه؟ هل مقصرين بشيء؟ لا لا، البيضاء لا، شوف الهيئه العامه للرياضه امانه يعني بمثله بالسيد يوسف البيضاء، طبعا يعني برئاسه الاخ العزيز اخوي الكبير يوسف البيدان، امانه يعني قدموا لنا كل ما نحتاجه، فالحمد لله. انا اعتقد اليوم البطوله طلعت الحمد لله يعني الى الان طلعت بشكل جيد، الإشادة الحمد لله من جميع الفرق بفضل الله سبحانه وتعالى، الهيئة ما قصروا، والإخوان في اللجنة المنظمة برئاسة الشيخ خالد يعني ما قصر، الأخوة الفرق اللي معانا في البطولة أمانة كلهم كانوا متعاونين. تدري بالأخير أنت في أي بطولة تنظمها أكيد راح يكون في أخطاء، لكن الإخوان كانوا متعاونين، وكان يعني على الواحد يحاول كثر ما يقدر يقلل من الأخطاء حتى تطلع البطولة بالشكل الجيد إن شاء الله. يعني هذا واضح للجميع أمانة، جمهور نادي الخليج هو النجم الأول في البطولة، وشيء يعني مفرح وشيء يعني يثلج الصدر الصراحة لما الواحد يشوفه. مباراتنا وياهم يوم السبت، نتمنى بإذن الله التوفيق لفريقنا، مباراة راح تكون صعبة، لكن احنا الآن مع الأخوة في الرابطة تم التنسيق على الأماكن المخصصة للإخوان في نادي الخليج، هم اللي داشين وإحنا اللي طالعين، والبيت بيتهم، المكان مكانهم، والصالة صالتهم، ويعني إذا ما شالتهم صالة نحطهم بعيونه.